ام محمود. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام كاتو، تفضلي. الله يرضى عنك يا رب ويجزيك خير ان شاء الله. امين. لو سمحت يا شيخ، في ست عملت عمليه يعني معلش اتقفلت بالرحم خالص. نعم. فالدكتور قال للست اللي مرت اخوها خدي الحاجه دي ووديها القبو. فمرت اخوها ما وديتهاش اصلا القبو، هي رميتها في الميه، يعني رميتها في البحر. رميتها وين؟ مش عارفه، هي دلوقتي زعلانه وندمانه وبتقول على الحاجه دي ان انا مش عارفه اعمل ايه. رميتها وين؟ رميتها وين؟ هي تعمل ايه دلوقتي؟ رميتها وين؟ رميتها وين؟ ما تعرفش، هي خدت مثلا، هي جت من مشوار بعيد. طيب طيب. فاخدت لتعفن طيب مثلا طيب. دي او دي طلعت طيب. طيب ابشري، طيب ابشري ابشري ابشري. ما يا عمة الله ايضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عايز اعرف ايه هي الصدقات الجارية للميت؟ افضل الصدقات الجارية الماء والعلم. هذه افضل الصدقات الجارية، والعلم يتقدم على كل شيء الا ان النص جاء بالماء. الماء والعلم. لو طلعت كفن ده صدقة جارية؟ لو طلعت ايش؟ كفن، كفن للميت. لا. ولا المصحف ولا الكلام ده؟ المصحف ممكن. نعم ماشي، شكرا. رضي الله عنك. نعم يا رب تكون سمعت. أما الله تقول استأصلت الرحم، هي دفنتها في مكان، قال لا تفنيها، ما دفنتها، رميتها في مكان، يعني ما كان لك أن تفعلي ذلك، هذا خلاف الأكمل، هذا خلاف الأكمل. هل أولى بك أن تدفنيها في مكان حتى أيضا يعني لا يتعرض لها كلب ولا شيء من السباع، وكان الأولى بك أن تضعيها، ولعلها إن شاء الله تنتظرها إلى أن يعني تدخل بها الجنة بإذن الله تعالى، إن شاء الله بإذن الله تعالى الله يدخلنا جميعا الجنة، لكن فعلتي خلاف الأكمل، وكان الأكمل أن تدفنيها. محمود